البنك اللبناني الفرنسي وإير فرانس كايل إم يطلقان بطاقة إير فرانس بانك ليبانو فرانساز إلى زبائنهما في لبنان. البنك اللبناني الفرنسي والناقل الجوي الأول في أوروبا إير فرانس كايل إم أعلنا عن شراكتهما الاستراتيجية والحصرية لتقديم بطاقة إير فرانس كايل إم بنك ليبانو فرانساز الجديدة إلى زبائنهما في لبنان. الإعلان عن الشراكة جاء خلال مؤتمر صحفي عقد في متحف روبير معوض في بيروت بحضور ممثلين عن البنك اللبناني الفرنسي وإير فرانس كايل إم وفيزا، إضافة إلى شخصيات من الوسطين الاقتصادي والإعلامي. البطاقة الجديدة تجمع ما بين فوائد بطاقة فيزا العالمية ومزايا برنامج مكافآت فلاينج بلو الخاصة بمجموعة إير فرانس كايل إم. كل ما سافر مع عائلتي روح أبعد محل ممكن، بشوف إشي ما بشوفه وين ما كان، وهذا الشيء بغير نفسيتي بيعطيني حماس لكل السنة. البنك اللبناني الفرنسي وإير فرانس كايل إم اجتمعوا ليقدموا لك بطاقة مصرفية جديدة، استعملها، جمع أمير أسرع وسافر على ذوقك. بطاقة إير فرانس كايل إم بنك ليبانو فرانساز معمولة لإلي. المديرة العامة المساعدة في البنك اللبناني الفرنسي ريا نحاس أشارت إلى مساهمة البنك في نمو الاقتصاد اللبناني وانتقاله بسرعة إلى الاقتصاد الإلكتروني. بدوره تحدث ميشيل كولو المدير الإقليمي للشرق الأدنى لإير فرانس كايل إم عن امتيازات البطاقة والتي تسمح للمسافرين بالحصول على بطاقات سفر مجانية وإعفاء عن رسوم الأمتعة الزائدة للمسافرين.